هاتفيا وبالتحديد حول الصحة ينضم معنا هاتفيا سعد القحطاني المتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة الرياض. أهلا بك أستاذ سعد، بداية تطلعنا على آخر التطورات فيما يتعلق بالصحة، هل هناك أعداد من المرضى ربما توجهوا إلى مستشفيات الرياض؟ أستاذ سعد تسمعني؟ معك. أهلا. الحقيقة طبعا صحة الرياض كانت مستعدة لهذه الحالة الطارئة من الموجة الغبارية. فور توقعاتنا للموجة الغبارية في الرياض استعدت صحة الرياض بمستشفياتها ومراكزها الصحية المنتشرة في العاصمة وفي القرى بالاستعداد لاستقبال أي حالات طارئة جراء الغبار. ولله الحمد جميع طواقمنا وحتى الساعة هذه هم في ميدان العمل في حالة استعداد لاستقبال الحالة الطارئة، والوضع مستقر ولله الحمد. تقريبا من البارحة حتى هذه اللحظة تقريبا فوق 3000 حالة بسيطة جدا. نعم. ما هي هذه الإصابات التي تعرضوا لها؟ ربما في الجهاز التنفسي يعانون من التنفس أو ماذا؟ نعم، هي ضيق في التنفس جراء الغبار والتعرض المباشر للغبار. ودائما صحة الرياض في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بصحة الرياض بنشر تغريدات توعوية تثقيفية لجميع الجمهور للوقاية من الغبار. نعم جميل. أستاذ سعد، ما هي هذه النصائح وهذه التعليمات التي توجهونها في الصحة للمواطنين في مثل هذه الأحوال الجوية؟ طبعا التوعية لجميع المواطنين والمقيمين وخاصة مرضى الربو وضيق التنفس، وهو البقاء في أماكن البيوت المغلقة قدر الإمكان، ولبس الكمامات المرقية للهواء. ومن يعانون من ضيق التنفس يجب حمل بخاخ توسع الشعب الهوائية، واتباع والتوجه أيضا في حال أي طارئ التوجه لأقرب مركز للطوارئ. جميل، شكرا لك الأستاذ سعد القحطاني المتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة الرياض.